جدول الاستثمارات من خلال تشجيع المستثمرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تفعيل إجراء لا مركزية في اتخاذ القرارات، هي من بين أهم ما خلص به اليوم الأول من اجتماع الحكومة بالولاة. توصيات تعيد للواجهة التساؤل، هل فعلاً تملك الجماعات المحلية سلطة المبادرة الاقتصادية؟ من حيث المبادرة الاقتصادية نحن لنا كل الصلاحيات للمبادرة، وعند الاقتضاء يعني نقدم عروض للحكومة، وفي بعض الحالات المستعصية التي تفوت صلاحيتنا نطلب الإذن في التصرف أو في أخذ الإجراءات، لكن بصفة مطلقة عندنا كل الصلاحية. في السابق كانت منطقة نشاطات أو منطقة صناعية تسير مركزيا من طرف السلطات المركزية من طرف الوزارة، لكن اليوم باللامركزية أصبحت التسيير تاع المناطق الصناعية والمناطق النشاطات على مستوى الولاية اللي يسيرها السيد الوالي. مقاربة اللامركزية في اتخاذ القرارات من شأنها تشجيع الجماعات المحلية للمبادرة اقتصاديا، وذلك من أجل تعزيز دور الجماعات المحلية في التنمية الاقتصادية، خاصة ما تعلق بملف العقار ومنحه للمستثمرين الحقيقيين. الإدارة المحلية الإقليمية هي اللي تنجز المناطق الصناعية وكذلك ترافق المستثمرين الاقتصاديين. كذلك الإدارة الإقليمية حاليا تمكنت في إطار مخطط التوجيهي للولاية من إحصاء كل الإمكانيات الطبيعية القابلة للاستثمار. الحديث عن المبادرة الاقتصادية لخلق الثروة المحلية يتطلب مثل هكذا إجراءات وتدابير، يكفي فقط متابعة سيرورة تطبيقها ميدانيا لبلوغ الأهداف المرجوة.